السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. خلونا نرحب بضيف الدكتور أبو علي الشيباني المنادي من على أسوار دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور اسمح لي قبل ما نستمع لكلمتك نذكر المشاهدين عما قلته عن تاريخ 26/12/2019. هذه الحرائق مقدمة لآية كبرى بعد 5/12 ليس مثل قبلها بألف مرة، وبعد 26/12 ليس ما بعدها بمليون مرة، ليعلم العالم. خذوا، أنا ما قلت عن نفسي أنا المنادي، أما كتبوا التاريخ وأهل البيت، هل هناك من أصدق من أهل البيت؟ حاشا، إنه كلامهم كلام الله بلا منازع، أنا المنادي بلا منازع. شو ترجون بعد؟ وهناك زلزال بشري جديد. أنا إيران ما أعرف شلون تفكر، ما لي علاقة، بس الله يحميها. لننتظر الأيام القادمات ماذا سيحل بالعالم. يوم 5/12 يبدأ الزلزال العظيم بالعالم بالكون كله، وأنا أؤكد. ويوم 26/12 بيوم مولد المسيح الميمون، والله دلالة على خروجه إن شاء الله عن قريب. نقول للناس انظروا ماذا يفعل الله في هذا العالم المتلاطم من الأحداث: زلازل، هزات، قتل، حرق. ولننتظر البلاء القادم، مرعب. لننتظر. نعم دكتور تفضل. سؤال أسألكم، لننتظر؟ فانتظروا إنا معكم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بعدد زينة عرشك وأمداد كلماتك وما حاط به علمك وأحصاه كتابه. أخوان، إحنا ما جايين نثير الجدلية، ولكن علينا أن نبين الحقائق للعالم. أصبح العالم يسمعنا، وكلمة الحق علينا أن نسمع بها من في آذانه صمم. لماذا؟ ما هو الاختلاف؟ يقول الناس إن الاختلاف بسيط بين المذاهب، وأنا لا أثير طائفية، أثير مسألة حق وباطل. أنا الطائفية ما العلاقة بها، تريدون سووها أنتم طائفية سووها، شو العلاقة بكم؟ أنا مسألة حق وباطل، هل الحق مع الحسين أم مع يزيد؟ إذا كان الحق مع يزيد فكيف الحسين مبشر بالجنة؟ وإذا كان الحق مع الحسين لماذا قتل الحسين؟ قتله يزيد. ولماذا عائشة أم المؤمنين ذهبت لقتال علي بن أبي طالب؟ مو تقولون أم المؤمنين؟ زوجات النبي مو أمهات المؤمنين؟ امرأة لوط ونوح كانت تحت عبدين صالحين فخانتهما مضمون. لا يا أزواج النبي، من تأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب مرتين. كيف ذهبت عائشة تنادي بدم عثمان إلى إمام مفترض الطاعة؟ وهل زوجة النبي مطلوب من عتها تخرج وتقاتل علي بن أبي طالب الماخذ بنت النبي واللي نام بفراشه؟ هسه نحسبها بالطائفية. يلا، مسألة حق وباطل، تقبلون مرة تقود جيش ضد علي بن أبي طالب، ضد رسول الله؟ لماذا لم تحفظ قرابة علي بن أبي طالب برسول الله؟ لماذا لم تحفظ فاطمة وقرابتها من رسول الله؟ بس أنا ما أقدر أزور الحقائق، صار تلفزيون علينا أن نقل للعالم، علينا أن نطلع للعالم وين الحق وين الباطل، واللي يصير خلي يصير. ما نظل ندسدس اسكت اسكت اسكت، خلنا نقل للجهلة وين أنتوا واصلين بجهلكم. اقروا التاريخ زين. معركة الجمل، مو منو اللي نبحت عليها كلاب الحومة؟ من هو؟ إذا كان محمد عالم وهو عالم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين،
قال للعلي بن ابي طالب وقال للعائشه شو يصير بيها لو لا؟ سؤال اسالكم، زوجات النبي اذا ما يردعهن رادع الدين والتقوى تصبح زوجه؟ كانت امرأة نوح غابت هي وابنه سام وذهبوا بالغرق، وامرأة لوط كانت تشعل الحطب كل ما يجي ضيف الى ابراهيم تقول لهم تعالوا لوطوا بي. هاي امرأة نبي لو مو امرأة نبي؟ اذا سؤال، لا تكبرون الواحد اكثر من اللازم اخوان. ابو طالب عم رسول الله لو لا؟ ابو لهب عم رسول الله لو لا؟ كل انسان اعطيناه الزمناه طائره في عنقه، يعني النبي ما يقدر يغنشي عن زوجاته، النبي ما يقدر يغنشي عن علي بن ابي طالب مو عن زوجاته، النبي ما يقدر يغنشي عن الحسن والحسين بقدر ما يؤمن الحسن والحسين بنبوة محمد، بقدر ما يؤمن علي بن ابي طالب واصبح عبدا عند محمد. يعني اللي يخرج عن طوع محمد وآل محمد خرج عن طوع الله، ومن يخرج عن طوع فاطمة خرج عن طوع علي، ومن يخرج عن طوع علي خرج عن رحمة الله، انتهى الامر. احنا نريد من جانب علمي، من يخرج عن طاعة محمد يخرج عن طاعة الله. خوش، الخمسة تحت الكساء، لماذا لم تكن واحدة من أزواج النبي ومع الخمسة تحت الكساء؟ يلا، لماذا؟ لأن يقال الزوجة أتت بعقد شراكة، ما يربطها شيء بيك، ممكن تطلقها وتأخذ أولادك، قضية شراكة ما يربطها بيك رابط الا هذا الابن وهذا ابنك. تطلقها تروح تتزوج واحد غيرك. خوش، ابنك يصير تفصله عن نفسك؟ علي بن ابي طالب نفسه محمد، ابناؤنا الحسن والحسين، نساؤنا فاطمة فقط. لماذا لم تدخل عائشة؟ كانت خديجة ميتة، لماذا لم تدخل عائشة؟ لذلك اخوان عليكم ان تأتون الى الدين حتى تنصفون اهل البيت. اهل البيت ما محتاجيكم، احنا محتاجين اهل البيت، احنا محتاجين كلمة عدل وانصاف. لا تزورون الحقائق، الياسين تحطون لإل القرآن اذا انكتب بهاي الطريقة لفظنا شلون يصير سمعانين حرف إل بنص القرآن؟ ممكن يأتي بالمقدمة قاف والقرآن الحكيم، مو ألف لام راء ذلك الكتاب، ولكن ما يجي بالنص يكون حرف مهمل، ما يصير. إل شنو إل؟ حطوها إلية غصبا على ابهاتنا، حطوها ليش؟ حتى ينالون من محمد وآل محمد. يعني خوشا قال السلام على ياسين، مو قال السلام على ابراهيم، انه حميد مجيد، انه 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 نعم العبد. لم يقل سلام على ياسين، قال الياسين سلام على آل ياسين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه.